أنا بس لو أفهم إحنا رايحين فين؟ هتفهمي كل حاجة دلوقتي. اتفضلي. إيه رأيك؟ مش فاهمة. قولي لي رأيك بس. هي حلوة قوي. Very nice. السقف عالي إزاي؟ جنن. ومع ذلك لو أي حاجة مش عاجباكي أغيرها لك فورا، لأن دي هتبقى مملكتك. شايفة البول يجنن. يعني إيه مملكتي؟ يعني بيتنا اللي هنتجوز فيه. انت مندهشة. انا ما قلتلكيش، معلش نسيت. بس هقولك، انا ان شاء الله هقولك، بس انا عايز اقولك حاجة عني الاول قبل ما اقولك الموضوع اللي عايز اقوله. انا مش عايزك تتغري فيا قوي على اني بقى ببقى في المحكمة صوتي بيجلجل وانا بترافع والكلام ده. انا في المواقف اللي زي دي ببقى لخمة تماما، ما بعرفش الألف من الياء. أيوة صحيح. طيب تقبلي تتجوزيني؟ هو أنا بجد صعبت عليك أوي كده؟ صعبت علي إيه؟ إيه الجو؟ لا لا لا، ثانية واحدة، يعني عشان أنت عشت معايا كل الظروف الصعبة دي، عشان أنت عارف إن أنا ماليش حد، وحيدة، عايز تتجوزني ليه؟ ايه جو الافلام الابيض والاسود ده؟ انا قلت حاجه من دي خالص، انا ما فكرتش في اي حاجه من دي. امال فكرت ازاي؟ يعني ايه ممكن يخليك تفكر انك تتجوز واحده مرت بكل اللي انا مريت بيه ده قدامك؟ استحاله، ما هو مش طبيعي. انا اتكسرت قوي، اتكسرت واتبهدلت، وانت عشت كل ده معايا، شفتني وانا بنهار وانا بضعف. ثانية، مش قلتي لي مالكيش حد؟ يعني دلوقتي هيبقى لك حبيب وزوج وام واخ، عيلة كاملة. ايه بقى؟ ايوه، انت عايز تعمل العيلة دي مع مين؟ مع واحدة زيي؟ واحدة خلاص ما بقاش بجد عندها أي حاجة في الدنيا؟ أنا حاسة إن أنا كبرت 100 سنة، 100 سنة في الشهرين اللي فاتوا. ليه عايز تعمل كده؟ مش معنى إن إحنا قابلنا الناس الغلط في حياتنا نقوم نقفل على روحنا ونضيع الناس الصح لما نقابلهم. ده باعتبار إن أنا الناس الصح.